سراج ليك خلال سنة ونص حلقة واحدة بس قدرت تجيب ليها. هيك إدارة الأعمال؟ شو هالشغل هاد؟ إذا بتحب تلاقي غيري ما فيني وقف وشك أستاذ. يعني حتى ما بدك تحاول تقنعني بنوب، شكلك شايلني من حساباتك مو هيك؟ أنا ما بحب الضغط. لا تستخف فيني سراج، أنا تم ترشيحي لجائزة البرتقال الذهبية 7 مرات وأنا عندي أفلام قد الحلقات اللي مثل فيها هذا الولد. يا أستاذ ما حدا جاب سيرة موهبتك بالعاطل، ما بيطلع بإيدهم أصلاً. أنا مخلص الكونسيرفتوار وكان ترتيب الثاني على الدفعة. لك مين هدول؟ مين؟ بمشاهد البكي بتحس كأنه عنده الحصر بلو بالمخ وبياخدوا بطولات. وين الممثلين الحقيقيين اللي مثلي؟ هم عابرون شبك وأنت الباقي. كملوا حديث مع بعضهم، أنا جاي. اشربوا رواق أعصابك حبيبي. شوفي ليش ما صار أستاذ؟ وين كل هالتجربة وخبرة السنين الطويلة؟ أستاذ أنا معك 100%. حاسة كل شي عم يكون خلص روقي لهالدرجة. شوف هاي كلمتها ما حدا عنده اياها. مرحبا، كيف أمورك؟ منيح طبعا. وقت اللي بتكون شاب كل شي بيمشي منيح، بس لما تمرق لك كم سنة وهالبيبي فيس بخطير وتروح ملامح شبوبية، وقت المهمة بتوقف على الموهبة. عم تفهمني؟ ما فهمت. الوسط شاف من أمثالكم كتير، لأنه شكلك وهندامك مرتب مفكر حالك ممثل. لا بارش بيك طول بارش. لك أنت ما نحن ممثل أبدا. لا بعد هيك خلاص طول بارش. اهدى شوي اهدى. أنتوا فاضيين، ما عندكم شي غير أشكالكم. الجمهور عم يتفرج عليكم كأنه عم يتفرج على سيرك. واحد دافئ. ايه صار وقت إنه نختلط بالبشر شوي. يلا. جيلان عم تتصل. أهلين جيلان. لا يا روحي مو مشكلة، وأنا ما حبيت دقلك، توقعت تكوني نايمة. بس بتعرفي لو شفناكي بيناتنا الليلة كنا رح نكون مبسوطين. نحن عائلة واحدة بالنهاية. إجا لعندك مرة تانية؟ سراج ليش؟ قدم لك عرض؟ ومن غير علمنا. شكراً كتير حبيبتي جيلان، يسلم. وعن جد شكراً إلك، شكراً لأنه خبرتينا. أنا شو يلي مفاجئني هاي حركاته لسراج؟ شو عامل كمان؟ أحكي يلا. طلع بوشي منيح وشبعي منه. مالي خلق هلا حل كلمات متقاطعة لو سمحت. اعتباراً من بكرة ما حدا رح يقول بسبب وشك الحلو أنت البطل، وما حدا رح يقول رسمالك وسامتك. شو صاير معك؟ مارلون براندون كسروا مناخيره بخناقة، صاروا يقولوا له روح اعمل عملية تجميل، بس هو رفض. بتعرفي ليش؟ بارش عم تخوفني بكلامك لو سمحت. لأنه راحت وسامته. عمل هالشي بس ليثبت إنه ممثل وموهوب، وأنا كمان رح أعمل مثله. أنتوا لساتكن عم تعملوا نزالات؟ إيه والله، هنيك بحس حالي إني عايش، عندي شعور إني كل ما انضربت بيطول عمري أكتر. عم تروحوا على المستودع القديم؟ لا، نقلنا على عنبر قديم بدخلة بصارير. بارش! بارش لو سمحت لا تتهور. بارش بارش وقف، هذا مو حل. وقف بارش، استنى شوي. يا ربي دخيلك، شو كان اسمه هذا الزلمه؟ رضي الله. دجلة لك شو شنيت؟ وين رايحة؟ شو عم تسوي دجلة؟ حبيبي وين كنت؟ كنت عم ببعت إيميل. نطلع؟ أكيد إذا خلصت. سراج حكيت مع جيلان وقال مقدم لها عرض من ورا ظهرنا بخصوص أسهم نادر بيك. إيه وشو فيها هاي؟ لا ما فيها شيء، أنت بس عم تحفر من تحتنا. عرضت عليكم نشتريون ما رضيتوا.
لأنه ما في معنا مصاري يكفوا. أنت كمان ما بيكون عندك كل هالمصاري، لو عندك كنت زتيتنا دغري على الباب. ولسه اسمعي الكمالة فريدة، بيقلها بعطيك النص هلأ والسنة الجاية بدفع لك النص الباقي من الأرباح. قامت قلعته من بيتها. قعدتوا نميتوا أنت وجيلان يعني. برافو عليكم. يلي رح يشتري أسهم عمي نادر رح يزتنا كلياتنا على الباب، لنشوف بكرة كيف رح تطولوا لساناتكم. خلص يا أولاد اهدوا صوتكم واصل لفوق. طلع حكي العالم صح، عمي نادر مات ونحن تشتتنا. استنى بكر وقف شوي. أنا بوقف بس السيارة ما وقفت راحت. شو؟ بابا بارش وهداك الممثل الختيار تخانقوا. شو؟ طيب وينه بارش؟ ما بعرف وينه. ما بقى يقتل ابنه، يعني باب رزقه كله من وشه. ليش لا يخاطر بحاله؟ عنده شكل حلو بيخليه يستغني عن الموهبة. اضربه روح له يلا بارش.